هل يوجد في الدنيا إنسان واحد يعبد النبي عليه الصلاة والسلام؟ سل أي إنسان يزور قبر النبي ويبكي وربما يسجد، ها حتى يسجد، سجوده لا يجوز طبعا، معصية، معصية ليس كفر، معصية. لماذا معصية؟ لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن نسجد لغير الله. لماذا لا يكون كفرا السجود؟ لماذا لا يكون كفرا؟ إذا طاب باعتقادكم، لأن الأمور نقصت يا شيخي، ها؟ الأمور نقصت يا ليس طيب. قصد عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، أنا نريد جوابا كلاميا من علم الكلام، وخاصة أنتم ما تريدية جميعا، أنا أشعري بس أنتم ما تريدية. عند ما تريدية تمام، القبيح العقلي لا يحل في دين من الأديان، تمام؟ لو كان السجود كفرا لما حل في شريعة سيدنا يوسف عليه السلام ويعقوب، ألم يسجد له بنص القرآن؟ طيب هل 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 السجود في مثلا، إذا لو كان كفرا، هل الله، هل الله يأمر ملائكته بالكفر؟ إذن القبيح العقلي ومنه الكفر لا يحل في دين من الأديان، ولذلك العقائد لا تنسخ باتفاق المسلمين، تنسخ الأحكام. فلو كان السجود لغير الله عقيدة، لا لما حل في شريعة سيدنا يوسف عليه السلام. ولذلك سندرس في الأشباه والنظائر، الإمام ابن نجيم رحمه الله يقول ماذا؟ يقول لو أكره على السجود لغير الله وجب عليه أن يسجد، يقول لأنه ليس كفرا. يقول إذا أكره على الكفر يندب له أن لا يقول الكفر إعزازا للإسلام، فإن قال الكفر رخصة يعفى عنه بنص القرآن إلا من أكره. طيب إذا أمر بالسجود لغير الله ماذا؟ السجود ليس كفرا، لذلك يسجد وينوي أنه سجد لله سبحانه وتعالى، ويقول لهم خلاص أنا سجدت، والنية أنه سجد لله سبحانه وتعالى.